نحن في نقابة المحامين بالمغرب فرع القنيطرة، وبصفتي كاتب فرع القنيطرة لنقابة المحامين المغرب، نعيش أجواء جد 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 استثنائية ناتجة عن المنع المتكرر لولوج المحامين لفضاءات المحاكم للقيام بمهامهم المكفولة طبقا للقانون طبقا للدستور. وهذا المنع مشمول أو لا مؤكد بالعسكرة الممنهجة، ومنع دخول أي محامي أو محامية. ولذلك نحن نستنكر هذه الأجواء الاستثنائية وهذه الأجواء الغير المسبوقة في التاريخ المهني المغربي. فعلا هيئة المحامين بالقنيطرة تتوفر على مقر رسمي، مقر رسمي تضمنه مكتب النقيب وسائر المكاتب الملحقة به. هذا المقر أيضا مشمول أيضا بالمنع السافر من الدخول إليه للممارسة أو قضاء أغراض المحامين وليس أغراض الموكلين. نحن ندين بشدة أيضا هذا المنع السافر لدخول السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس من طرف المسؤولين القضائيين الذين ينفذون تعليمات غير دستورية وغير قانونية. نحن أيضا ندين هذا السلوك ونعتبره سلوكا خارجا عن القانون، خارجا عن إرادة الدستور، خارجا عن أعراف التقاليد المهنية، خارجا عن كل الممارسات التي لم نلحظ لها يوما ما أنها كانت في التاريخ المهني المغربي. ولذلك نحن نجدد إدانتنا الشديدة لهذه الأمور، ونعتبر أن ما يجري الآن هو تحدي سافر أو تعدي سافر على العدالة، تعدي سافر على حقوق المحامين، تعدي سافر على حقوق المرتفقين